السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، نستهلها بأبرز العناوين. هيئة تنظيم سوق العمال تضبط 19 مؤسسة تمارس دور وكالات التوريد دون ترخيص. طالبتان تتبرعان برعي مشروع تربوي لحملة في النخير. والاتصال الوطني ينظم ندوة حول المحتوى الإعلامي الحكومي على منصات التواصل. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. كشفت إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط 19 مؤسسة تمارس نشاط وكالة توريد خدم المنازل بالساعة دون ترخيص من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك في عملية مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، إذ تم أثناء الحملة التفتيشية ضبط 34 عاملة منزلية مخالفة تورد هذه المؤسسات للجمهور، من بينهن 3 عاملات عليهن بلاغات ترك عمل. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات والعمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم. وللحديث حول تفاصيل هذا الخبر ينضم معنا عبر الهاتف السيد أحمد الجنيد مدير إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل. مساء الخير أستاذ أحمد، بداية كيف تعاملت إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل مع هذه المؤسسات التي تمارس نشاط وكالات توريد خدم المنازل بالساعة دون ترخيص؟ بداية أود أن أبين بأنه بعد ورود المعلومات التي تؤكد ممارسة عدد من المؤسسات لنشاط توريد الأعمال المنزلية بنظام الساعات، وذلك من خلال الفريق المعني برصد ومتابعة أي نشاط مخالف والتأكد من استخدام عدد من العمالة المخالفة والتي تقوم بتوريد هذه المؤسسات للمنازل، قامت إدارة التفتيش الوقائي بالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لعمل حملة مشتركة بين الجهتين لضبط هذه المؤسسات. نعم. في يوم الاثنين الموافق 6 يوليو تم ضبط على 19 مؤسسة تمارس نشاط وكالات التوريد دون ترخيص صادر لها من هيئة تنظيم سوق العمل. وعلما بأنه أثناء الحملة التفتيشية تم ضبط 34 عاملة منزلية مخالفة توردها هذه المؤسسات للجمهور، ومن بينها 3 عاملات عليهم بلاغات ترك عمل وأوامر بالقبض، وعلما بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المؤسسات، والأعمال المخالفة تم إحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نعم أستاذ أحمد، كيف يمكن للجمهور متابعة مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخصة، وأيضا ما هي خطورة التعامل مع المكاتب الغير مرخصة مستقبلا؟ إن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بنشر وتحديث أسماء مكاتب التوظيف ووكالات التوريد المعتمدة والمرخصة بصورة أسبوعية، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني lmra.ph لتوفير للجمهور المستفيدين إمكانية التأكد من تعاملهم مع مكاتب التوظيف والتوريد المرخصة حين طلب توظيف عمالة منزلية، وذلك لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة شروط توظيف العمالة المنزلية. أما بشأن خطورة التعامل مع مكاتب توريد عمالة منزلية غير مرخصة، فإنها تكمن في إمكانية إدخال عمالة منزلية مطلوبة أمنية وصادر بحقها أوامر قبض من قبل الجهات الأمنية. ولا يخفى على الجميع أن هذه الفترة تشهد انتشارا لفيروس كورونا، مما يتطلب وعيا والتزاما عاليين. نعم. من قبل الجميع، وأن التعامل مع مؤسسات غير مرخصة وإدخال عمالة منزلية بنظام الساعات من شأنه أن يزيد من فرص انتقال العدوى لا سمح الله، وأن هذه الأعمال المخالفة لا تخضع للفحص الطبي الدوري والرعاية الصحية المناسبة وتنتقل بين أكثر من منزل في اليوم الواحد. نعم سيد أحمد الجنيد مدير إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا لك.
استقبل الدكتور مصطفى السيد الأمين العام بالمؤسسة الخيرية الملكية طالبتان شهلاء زايد الزياني وليلى السعد، حيث قدمتا تبرعان لحملة في النخير من ريع مشروع تربوي قامتا بخلاله بصناعة مجموعة من الإكسسوارات وبيعها لصالح العمل الإنساني ودعم الأسر البحرينية. وعرب دكتور مصطفى السيد عن فخره واعتزازه بمستوى جودة المنتجات والهدف النبيل من هذا المشروع وهذه الفكرة التي قامت بها طالبتان والتي تحفز الآخرين على عمل الخير ومساعدة المحتاجين، متمنيا لهما التوفيق. كما أثنى على روح التعاون والمشاركة وحب التطوع لخدمة المجتمع، وهو الذي تمتعت به طالبتان في المشروع. نظم مركز الاتصال الوطني ندوة حول المحتوى الإعلامي الحكومي الفعال على منصات التواصل الاجتماعي 2020، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أكثر من 140 عضوا بشبكة الاتصال الحكومية. هذا وتم استعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بتطوير المحتوى الحكومي كالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وأنواع المحتوى الحكومي المطلوب على المنصات وسبل نشر المحتوى الحكومي الفعال على المنصات، إلى جانب محور تطبيقات ذكية لتطوير المحتوى الحكومي. إلى جانب ذلك تم استعراض عدد من الإحصائيات المتعلقة بالمنصات الاجتماعية والحسابات الرسمية وتجربة لقياس سرعة الرد على استفسار الجمهور، فضلا عن استعراض أهم المعايير التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتطوير بما يسهم في إيصال الرسالة الحكومية بكل وضوح. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. البوليتكنيك تنظم حملة التوظيف الافتراضية بعنوان التدريب عبر الإنترنت. تمكن الفريق الجراحي في مستشفى الملك حمد الجامعي من استئصال ورم أسفل المريء لمريض في العقد الخامس من عمره من خلال إجراء عملية متقدمة ومعقدة تعتبر الأولى من نوعها في مستشفى الملك حمد الجامعي. فبعد تشخيص الحالة تمت مناقشتها ووضع الخطة العلاجية المناسبة في المجلس الوطني للأورام على الفور، والذي تقرر على أساسه علاج المريض على مرحلتين وهي الجراحية، والتي استطاع الفريق الجراحي المؤهل باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من إجراء عملية دقيقة جدا استغرقت 4 ساعات تحت التخدير الكلي لاستئصال الورم كليا من أسفل المريء، والتي تكللت بفضل من الله بالنجاح. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف الدكتور هاني الساعات، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي. مساء الخير بك دكتور هاني، بداية نبارك لكم من نجاح هذه العملية المعقدة، وأيضا نود الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض بعد إجراء هذه العملية المعقدة. أي مسيكم الله بالخير وشكرا على التواصل والاستضافة. باختصار يعني هذه الحالة هي لمريض يبلغ في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من سوء الهضم وآلام في البطن متكررة، ولقد أجريت له بعض الفحوصات مثل الفحوصات بالمنظار للمريء والمعدة لدينا في مستشفى الملك حمد الجامعي، والتي دلت على وجود تقرحات بسبب تورم في الجزء السفلي من المريء. وأكدت الفحوصات طبعا المخبرية انها ناتجه عن خلايا اورام سرطانيه. ولقد طبعا نحن كفريق اجرينا له عمليه نوعيه ومعقده في مستشفى الملك حمد الجامعي، وذلك باستئصال ثلثي من المريء والربع من المعده، وعمل ترميم داخلي في القفص الصدري بوصله بين المريء والمعده، والحمد لله تكللت العمليه بفضل الله بالنجاح، وقد تم تسريح المريض بعافية وصحة جيدة. طيب دكتور، ما هي استعدادات مستشفى الملك حمد الجامعي لاستقبال مثل هذه الحالات المرضية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مملكة البحرين من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19؟
طبعا يعني هذه ثمار الجهود المتكامله بين الفريقين، الفريق الطبي والفريق اللوجستي الداعم المتمثل في اداره المستشفى وعلى راسهم اللواء الطبيب الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفه قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، وذلك لتوفير كل الدعم من التجهيزات واحتياجات لعمل مثل هذه العمليات المعقده والنوعيه. وطبعا في ظل هذه الظروف الخاصة مع جائحة كورونا هناك إجراءات احترازية كثيرة يتم اتخاذها لعلاج المرضى المصابين بالسرطان وحمايتهم من الإصابة بالفيروس أثناء العلاج، ومنها طبعا وجود توفير منصات للفحص السريع للكورونا قبل إدخال المريض للحالات الطارئة، والفحص النوعي العادي الاعتيادي في طبعا التي نتائجها تطلع في خلال 48 ساعة، هي هذه لإدخال المرضى لتلقي العلاج الاعتيادي يعني إدخال ما قبل العملية. طبعا نعم. هناك إجراءات أخرى، فحوصات دورية للطاقم الطبي والتمريضي، وعند الاشتباه بالمخالطة مع بعض المرضى اللي فيهم اشتباه أن ممكن يكونون مصابين بالكورونا. نعم يعني نعم تفضل. يعني طبعا هناك طبعا جدول للعمليات وعمل أفرقة مختلفة يتم عن طريق التناوب، طبعا التناوب بملاحظة المرضى ومراجعة المرضى، تناوب بتواريخ العمليات، وهذه طبعا كلها تعتبر إجراءات احترازية. أحب أؤكد طبعا نحن في مستشفى الملك حمد الجامعي لدينا التجهيزات الحمد لله والتقنيات عالية الجودة لعمل مثل هذه العمليات النوعية. هذه العملية هي سوى واحدة من كثير من العمليات النوعية التي نقوم بها، يعني نجريها في مستشفى الملك حمد. هناك عمليات نجريها 8 ساعات، هناك عمليات نجريها 12 ساعة معقدة عن طريق المنظار الجراحي أو عن طريق اللهو الجراحة التقليدية جراحة الفتح. نعم نبارك لكم هذا النجاح بهذه العملية المعقدة. الدكتور هاني ساعات استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي، شكرا لك. ينظم مركز الإرشاد والتطوير الوظيفي التابع لكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين حملة التوظيف السنوية للعام 2020 تحت عنوان التدريب عبر الإنترنت، وذلك في تمام الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، حيث ستتاح الفرصة للطلبة لعرض مشاريعهم بشكل افتراضي، وإتاحة الفرصة لشركاء الصناعة لمقابلة الطلبة والخريجين وإجراء مقابلات معهم عبر الإنترنت، وبإمكان الراغبين في المشاركة ملء الاستمارة المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني، إذ تم تخصيص حملة التوظيف السنوية لهذا العام لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية وسد فجوات السوق الناشئة في ظل أزمة كوفيد-19. وإلى حالة الطقس محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لكم لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.